نطالب احنا في ابو العبد رئيس الوزراء يجي يشوف كيف حالنا صار قيت والعالم كله والدنيا كلها العالم طلع لنا احنا كسجل هذا يعني يا بحري يعني تعرضت للهجوم رسالتك الى العالم منظمات حقوق الانسان لا الدول اللي بتحمي اسرائيل تقول انه دوله ديمقراطيه ومش متجبره ومش سلطانه بنيجي نشوف الاسرائيليين ايش عملوا فينا ودمروا لنا اللانش وهم جايتهم اللي عملوها في اللانش الارهاب الاسرائيلي في استهداف للصيادين بشكل مستمر يا ادهم كل يوم استهداف للصيادين كل يوم بطخوا في الصيادين كل يوم بقتلوا بني ادمين من الصيادين اول امبارح احكي لي عن الشهيد اللي استشهد على اول امبارح طخ واحد في البحر استشهد هو على حسب الظروف واحنا بقى طخ فينا الخشب الطاير علينا كان في معلومه كانت في الحياه الحاليه